سامح سعيد، احمد فاضل، بسام قابل، ستار جبار، تامر برغش، مصطفى احمد، ومحمد الواكد. هذه هي تشكيلة امارة بغداد. بينما هنا نفط الوسط خطيرة، كرات الخطيرة لنفط الوسط عدي الجفال. نعم بالفعل عدي الجفال بهذه الكرة، ولكن جلال حسن بعاد الكرة باليد اليسرى، عالية ترسل للامام، ضربة راسية مقطوعة، الكرة كرة الى جهة اليسار، نفط الوسط يريد النقاط الثلاث وبالتالي الوصول للنقطة العاشرة. الوسط هو الاقرب يبدو لي، هو الـ هو الـ هو الفريق الذي لديه يعني من خلال المباريات الماضية، كما خلال هذه المباراة سيصل للنقطة العاشرة، ولكن نفط الوسط كرة الى جهة اليسار من فارس، تمرير الكرة لعدي جفار. المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى في مباريات الدور الممتاز تعيد كرة أمامية، نهاية الشوط الأول، كرة عالية ترسل للأمام ولكن بعد ذلك تبعد، مرتدة الآن سريعة 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 سريعة، الكرة سريعة الكرة، هجوم الآن، هجوم لفريق نفط الوسط، عدي جفال يحاول، خطيرة خطيرة الكرة ولكن مرت إلى خارج أرضية الملعب، صافرة وخطأ هنا لإعادة لكرة عدي جفال في كرة مع محمد قابل، سدد الكرة بهذه الطريقة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب، ولكن حلوة اللمسة كانت عن طريق أمجد عطوان لعدي جفال، اللاعب الذي يقطع مسافة في التقدم في اللقطة الماضية، وبالتالي كرة تمرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. أمام ياسين أبعد الكرة، عدي جفال مع سعيد محسن، هجوم الآن، تمرير الكرة بشكل ممتاز، محاولة الآن بكرة بجهة اليسار، عرضية تصل لأمجد عطوان، طوع عن طريق فارس حسون، فارس إرسال الكرة، هنالك مساحات على مستوى خط الدفاع، خطيرة للثاني يسر إلى خارج أرضية الملعب. حلوة الكرة وتمرير الكرة لأمجد عطوان، كرة وكرة تمرت إلى خارج أرضية الملعب بالملابس البيضاء الموشحة باللون الأخضر، يعني الملابس قريبة. يونس عبد علي وعلي هاشم أفضل هدافين في تاريخ الدوري، خصوصا بالنسبة ليونس عبد علي أفضل هداف 6. لقطة جميلة ومعبرة، هؤلاء الأبطال الذين يذودون عن أرض الوطن. كرة، خلينا نشوف هذه الكرة، كرة للحارس، كرة الأخيرة، أتمنى الهدف أن يهدي من أعصاب جماهير فريق النفط الوسط. لاعبين كبيرين حقيقة، خبرة طويلة في الملاعب، هذا هو سعيد محسن، شوف حتى تبادل المراكز، طالب بكل شيء. والمصيبة أيضا هناك كانت الكثير من المشاكل بين حكم المباراة زيد ثامر، أبعد مدرب فريق نفط الوسط وقدرات الفريق. خلينا نشوف هذه الهجمة وبعد ذلك نعود، جاسم جاسم جاسم، ممكن هدف آخر لكن الكرة ضاعت، ضاعت من عدي جفال، أيضا من أفضل اللاعبين خلال السنتين الأخيرة في جهة اليسار كلاعب مدافع، كل ملعوبة الكل، يتخلص أمجد لأياد، أياد يغير لعب لجهة اليسار، عدي جفال، عدي بينه وبين كرار أو مهدي كريم، نبيل عباس أقرب للكرة، عدي جفال، عدي يجنح إلى جهة اليمين لكن هناك صافرة وخطأ ضد اللاعب مهدي كامل، وبعدها أن هناك 5 دقائق مضافة كوقت مضاف لأحداث الشوط الثاني، هجوم مرتد، أمير صباح أو عدي جفال، عدي جفال وأجمل وارتقى إلى ما نتمناه، عدي جبال، عدي 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 عدي.